ايوه انا اللي كنت بحط في ازازه المياه اللي بديها لمحمد مراد كل يوم كميه مسكن مركزه، والمسكن ده معروف انه لو اتاخد منه كميه كبيره كذا يوم ورا بعض ممكن يؤدي لعوارض ازمه قلبيه. ميتك كل يوم تربط تقيله اشيلها لك؟ يعني مش للدرجه دي كل يوم؟ اه جري يعني ميه. يلا بينا. حاضر يا ستي. جاب اهو اهو. كنت عايزاه يقع واحنا بنجري عشان انا اللي انقله المستشفى ويفضل مديون لي بحياته، بس ما كنتش اعرف انه اصلا بيعاني من مشاكل في قلبه، وان الكميه الزياده اللي اديتها له على مدار الاسبوع اللي فات كان ممكن تموته، وانا ما كنتش عايزه كده ابدا. أنا نيمت مالك؟ مالك يا راجل يا عجوز؟ هي دي يا كارما، يا راجل يا عجوز. الزمن اللي عدى، أنا امبارح كنت شباب، شباب جدا، عملت بيت وأولاد، بس قضيت عمري كله بجري من اجتماع لاجتماع، من بلد لبلد، حتى لما كبرت فضلت أجري لحد ما وقعت وشفت الموت بعناية. بعد الشر عليك ما تقولش كده، دي أزمة قلبية بسيطة وعدت، الدكتور ما قالش حاجة مهمة يعني. وأنا في المستشفى كان عندي شوية وقت أفكر، أنت اللي كنت معايا لحظة ما وقعت. بالصدفة، بالصدفة أنا اللي كنت معاك، وأي حد مكاني كان ممكن يعمل كده. وبعدين شريف وسارة لما عرفوا بالخبر جريوا عليك على طول، اعتبرني زي بنتك ولا إيه؟ ما تحاوليش تجملي الصورة. صافي والأولاد جم بعد ما خلصوا اجتماعاتهم، أول ما شافوا تليفوناتهم، وحتى أول ما رجعت البيت زي ما أنت شايفة أهو مفيش حد جنبي، كل واحد جري على مصالحه. أنت الوحيدة اللي معايا هنا دلوقتي. ياه، الدرجة دي أنت زعلان منهم؟ بالعكس، أنا زعلان من نفسي. أنا دلوقتي بدفع تمن كل اللي فات. خلاص يا سيدي، اعتبرني انا ديون واحده من العيله. ممكن اطلب منك حاجه؟ انت تؤمر. ممكن تقولي لي يا بابا؟ مش هينفع. ليه مش هينفع؟